وللتعليق على الانتهاكات المستمرة والمتصاعدة ضد الثوار وحرق خيامهم واختطافهم، ينضم إلينا عبر الهاتف من واسط الناشط السياسي السيد علي العزاوي. مرحبا بك معنا سيد علي. أهلا وسهلا، حياك الله. مصادر صحفية نقلت احتراق 10 خيام للمعتصمين في ساحة اعتصام الناصرية، هل من تأكيد للخبر؟ بسم الله الرحمن الرحيم، بداية التحية إلى سيد الكريم وقضايا الرافدين. يعني سياسة حرق الخيام تكررت أكثر من محافظة وأكثر من موقف، والرواية الرسمية اللي نسمعها أن تماس كهربائي، لكن مسألة التماس كهربائي أو غير التماس كهربائي تكرر أكثر من موقع، سواء كان في ساحات الاعتصام، كان في بعض الأماكن اللي تشوفها عمليات السادات، بالتالي كلها مؤشرات، يعني مؤشرات واضحة أنه حال أحمد حتى إن كان التماس كهربائي في وقت مقصود من جهات تحاول التأثير على الساحات، من خلال احنا شاهدنا قبل فترة حدث ما حدث في ساحة احتجاج الكوت، أيضا حلقت مع القارب تبخين، ايضا كان الفاعل مجهول بحجة تماس كهربائي. لكن السؤال الاهم، من يدفع بهذا الاتجاه بهذا الحرق باكثر من محافظه؟ هل معقوله في كل المحافظات يصير تماس كهربائي؟ في كل الاماكن اللي تشوفها حالات فساد يصير فيها تماس كهربائي؟ مفارقه قريبه. نعم، طالما الامر واضح بالنسبه للمعتصمين والمتظاهرين، هل تعتقد انهم سيعودون لبناء خيام جديده في نفس المكان؟ بالفعل سيد الكريم، منذ ليلة أمس مباشرة بعد عمليات إطفاء الحرائق بنت خيام جديدة، وهي يعني ليست بجديد على المتظاهرين، سبقتها النجف والكوت عندما يصير حرق في أحد الخيام ماكو إلا ساعات ترجع في نص الخيام، وبعض المحافظات بدأت تبني سرادق بناء طابوق، ويعني تحول طريقتها من خيام حديد الى خيم اكثر تطورا، ما يتاثر لا بالتماس الكهربائي ولا بحالات التهديد. تعرف انت المتظاهرين في الساحات يعني مهددين في اي لحظه، تاره من الميليشيات، تاره من اعمال الحرب والاعتداءات، فاكد لك انه الخيم رجعت نصبت واكثر عدد كمان. نعم. طيب في السياق ذاته، اطلقت الميليشيات سراح الناشطين حمزه كاظم وعلي خالد بعد ان كانت قد اختطفتهما في بغداد. كيف ترون الآن بعد مرور كل هذا الوقت من التظاهر والاعتصامات الدور الذي تقوم به الميليشيات ولا سيما في الفترة الأخيرة؟ بالحقيقة هي عمليات الخطف والتغييب يعني ما مو جديدة على الناس، على الوطنيين، هي منذ بداية 1 تشرين ولغاية على مدى 9 أشهر لا تزال عمليات الخطف مستمرة، تقل بين فترة وفترات، لكن بالمجمل اكو عمليات خطف، اكو تغييب للناشطين، اكو تهديد يعني على مستوى كل الساحات. اما تبريرات يوم نسمع انه مثل ما الناشطين يوم امس في التحرير انه بعض الروايات انه اشتباه في قضيه مخدرات، احنا نعتبرها كلها تشويف لماضيه، وهنالك عمل ممنهج من قبل الميليشيات، من قبل السلطه الفاسده القمعيه، هي تحاول دائما تضغط على الساحات باختطاف الاصوات الحره، اختطاف الناشطين الباردين في كل الساحات في التاثير. نعم. لكن عزيمة الناشطين، عزيمة الثوار ما راح تسنيهم عن مناصرة هذا طريق الحق. يقول مراقبون أن كل هذه الممارسات تؤكد عجز الكاظمي يوما بعد آخر أمام سطوة هذه الميليشيات التي تتحكم في العراق. سيدي الكريم، من جانب أنه لا ننسى احنا الميليشيات لها نفوذ، لها قوة، لها سلاح، لها دعم جوار، هذا واضح، ما حد ينكر هذا الشيء، قوتها في بعض الاماكن اقوى من الدوله، احنا شاهدنا قبل اقل من اسبوع اغتيال الناشط هشام الهاشمي في منطقه هي تعتبر مركز القوات الامنيه وتتواجد فيها الشرطه الاتحاديه، ولكن امام انظار القوات الامنيه تم قتل الشهيد، بالتالي نعم. الى حلوها الى قوتها في هذه المناطق. لذلك انا اقول لك يعني الكاظمي على الرغم هو الكاظمي لم ياتي من غير بكار، هو ايضا جزء من هذه السلطه، جزء من هذه الاحزاب، هو اجى من رحم هاي الاحزاب، هو قبل ما يتكون رئيس وزراء فهو رجل كان رجل مخابرات، ويعرف هاي الميليشيات ويعرف اماكن تواجدها وقوتها، لكن لحد هذه اللحظه نراه بطيء او خجول في عمليه ضرب الفاسدين، يعني شوف يعني لا توجد نيه حقيقيه لايقاف الميليشيات ولعب السلاح وجعلوا حقا في الدوله. شكرا لك الاستاذ علي العزاوي الناشط السياسي، كنت معنا عبر الخط الهاتفي من واسط.